اوكي نو بروبلم، عندي 4 محاولات بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعت لكم مقطع جديد مع اللعبة الجميلة سوبر ماريو ميكر 2. ان شاء الله راح اسوي لها تختيم عندي بالقناة وبنزلها مقطع او مقطعين اسبوعيا. واذا عجبتكم السلسلة لا تنسون تدعموني باللايك، واذا مو مشترك تشترك عندي بالقناة. ويلا نقول بسم الله ونبدأ المرحلة الاولى من اللعبة الجميلة سوبر ماريو ميكر 2. طبعا التختيمة الاولى راح اسحب على القروش، ما راح اخذهم كلهم، القروش اللي قدامي راح اخذهم، بس اللي لازم ابحث وماني عارف ايش راح اسحب عليهم عشان بخليها تختيمة سريعة. وان شاء الله التختيمة الثانية بحاول اني اخذ جميع القروش ان شاء الله اقدر. طبعا ما هو شيء سهل. البايبات لا ما راح اسوي لهم سكيب، راح اروح البايبات. حلو لحد الان شغلنا زي الحلاوة. حلو هذا البايب. اوكي هوبا. حلو فيها كم 10 قروش ممكن. وصلت لأول تشيك بوينت. هذه روح. حلو تمام، هذا البايب اللي توني جيت منه. اللعبة قاعد يقولك اضغط اللي هو الزائد راح يعطوني اكثر من شغلة، من ضمنهم المروحة. هذه المروحة عشان تبحث عن القروش اللي بالسماء مثلا، تبحث بالطريقة هذه. شايفين القروش اللي فوق يعني؟ حلو بحاول اروح للقروش اللي فوق ان شاء الله اقدر. حلو شوف، اذا تبي تجمع القروش كلها لازم تستخدم هذه الامور. والله شيء رهيب. حلو هذا نفس بردقة، عرفت بردقة مال كراش؟ هذا هو. حلو الحين بروح بحاول اني اخذ القروش اللي اشوفها. طبعا الوردة هذه ما راح اخذها، اذا خليتها راح تروح من المروحة. فخلونا نستكشف. حلو نايس، في هني 10. باخذ 10 اهم. حلو خذيتها. كنت بحاول اني اخذها واخذ القروش الزايده هذه، بس في طريقه، في طرق كثيره عندي. من ضمن الطرق تضغط هم الناقص وتستخدم كأنه خشب او حجر، تسوي بالطريقه هذه. بعدها تطلع وتصعد وتصعد، خلاص بالطريقة هذه راح تاخذهم. إذا همك إنك تجمع القروش كلها راح تسوي الطريقة هذه. حلو نكمل. طبعا البايبات لازم إني أدش البايب. أوكي أوبا. حلو جمعت 61 قرش. نكمل هذولي بعد نسيتهم والله. حلو بس ما في. اوكي النهاية الحين لازم اني اجي بحاول اني اصعد اعلى شيء عشان يعطيني 10. جود جاب. حلو نكمل معاكم المرحلة الثانية من اللعبة الجميلة ماريو ميكر 2. لحد الآن الوضع سهل، متحمس جدا للصعوبة. اللعبة بدون صعوبة ما لها أي طعم، ولكن أنا متوقع أني راح أواجه صعوبة قوية باللعبة، مو بس صعوبة وخلاص. حلو لحد الآن تمام. أه
هم يبون مني 100 قرش ان شاء الله احصلهم. ما اتوقع تحصلهم بالطريق، لازم تستكشف. تمام. اول تشيك بوينت ماشروم او روح، رغم اني ما احتاجها بس تجيبها. لا 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 لا، جيب القروش، جيب البايب. شوك في انتظاري. لازم اخذ النجمة. شلون طريقتها؟ لحد الان. لا اسرع 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 اسرع. هذه راح تخليني اعبر الشوك ما تاثر، بس ما اتوقع اني راح الحق. انا خلاص اعتبار اني تعديت يعني، بس تكسرهم ما تكسرهم كيفك. اوف ما انتبهت تصدقون. توقعت البايب عادي اني ادش، بس ما عليه. اجين نستخدم المشروم اللي اعطوني اياها اللعبه. طبعا لازم لازم نستفيد هذه. لا لا لا، اللعبه بدون ما تخسر ما في اي معنى. لازم اخذ النجمه. ايزي لحد الان. ايزي. روح بسرعه بسرعه بسرعه. والله تقدر. اوكي نايس. عندي ترى مساعدات بس ما راح اختارهم، او ان شاء الله اني ما احتاجهم. ما اقدر افعلها. ممكن السلحفات هذه بس. خلاص تفتح لي الحمراء بعدين الزرقاء بعدين الحمراء. ابداع ماريو. تقدم شويه تقدم شويه تقدم شويه. بس خلاص. اوكي وصلت نهايه المرحله. اصعد اصعد اصعد. خمسة. اوكي نوت باد. لو اللي صعد فوق كان خذيت 10. نكمل المرحلة الثالثة. حنحاول اقتل النحلة هذه. واضح المرحلة جدا جميلة. عندي هم المساعدات بس ان شاء الله اني ما احتاجهم. لا غلط غلط. ايوه تعالي ها خذي. لا غلط بعد. اوكي تعالي قلبي قلبي قلبي. اوكي حلو. قرب شوية شوية بعد. خذ. نايس تحول قط. والله رهيب والله رهيب انت يا ماريو. عليك حركات في قمة الإبداع. حلو نكمل أول شيك بوينت. هم هذا يخليني أتحول إلى قط. لا 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 لا. هذه موجودة. اوكي بحاول اقتلهم اذا قدرت. هذه اقدر ولا ما اقدر؟ لا هذه ما اقدر. عموما انا عندي، انا ما قامرت الا انا عندي هذه
شنو تسوي؟ بعدين ما احتاجهم صراحة. روح لحد الحين الوقت جدا سهل. لا لا ما اتفقنا يا ايتها النحلة، والله ما اتفقنا يا ايتها النحلة. ما اقدر، خليني احاول اتحول قط بعد اذا اقدر. نايس حلو هدفته. شلون اخذ هذا الحين؟ لا 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 مو بالطريقة هذه، مو بالطريقة هذه. انط عليها واتعلق. حلو حلو نايس. لا لا يطيح لا يطيح. اوكي نايس، والله كنت بجيب العيد. حلو اوبا. هم عندي هني ممكن اتحول خلاص النهاية. بحاول اني انط اعلى شيء عشان اخذ اعلى نقاط. بسرعة بسرعة. ياس المرحلة الثالثة. لحد الحين الوضع في قمة الهدوء. المرحلة الرابعة. الموسيقى ابداع. ان شاء الله اني بحاول اخذ القروش كلها. طبعا ما اتوقع اني اقدر بس ان شاء الله. اوكي في مروحة جيد. حلو. في واحدة بعد. نايس. لا حرام عليك، والله حرام عليك، والله حرام عليك يا عمي. انت روح، ما في مشكلة دامني خسرت المروحة ما عندي اي مشكلة. ان شاء الله تجي ثاني مرة المروحة ان شاء الله. اوكي جات. يلا يلا يلا. يس المرحلة الخامسة. ان شاء الله يكون فيها شوية صعوبة، ما تكون ايزي مرة. نو بروبلم. عندي اربع محاولات بعد. حلو. انا استعجلت حبتين. للامانه ما هي صعبه ولكن لا تستعجل. حلو طول بالك معاهم. اكل 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 عليك الف عافية. حلو الحين خلصت من الاولى. جيب هذي. الباب الثاني. حلو خذيت البوم. حلو نايس. لا وخري انت وخري انت. تعالي قربي شوي قربي شوي. بعد شوية بعد شوية بعد شوية. ايوه بس خلاص يا اخي. هذه شخصنتها معاه شنو؟
تعالي شوي تعالي شوي، قربي شوي بعد 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 بعد. عافية. سرعة سرعة. هم. الحين لازم نستخدم ال شو اسمه البلوكات هذه، نحط واحدة هني واحدة هني واحدة هني واحدة هني. حلو. بعدها ناخذ القروش وبعدين نحط لنا واحدة بعد زيادة. لا مو هني مو هني. واصعد واروح البوابة الأخيرة. تشيك بوينت نايس. في هني بعد نايس 10 قروش نايس. الحين نصعد الجهة هذه. اوه مسكرة. اوكي اذا طلعت ورجعت ثاني مرة تجيك البوم. ما شنو هي، انا سميتها بوم صراحة. جيب هذي وجيب هذي وفعل هذي. سكرت هذه شلون؟ يعني كل ما تخلص تنزل وتفتح لك بوابة ثانية. شوف رد. سرعة 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 سرعة. ما عندي وقت سرعة. ممكن يكون وقت معين وتسكر. لو تلاحظون في موسيقى سريعة. هذا البوم رجع. اصعد يرحم أمك. سرعة 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 سرعة. يس. الحين لازم أصعد على هذا. لازم أستخدم هم بلوكات. جيب واحدة. لا مو هني. جيبها هني. وحط واحدة هني. وحط واحدة هني. حلو بس. ايزي. حلو. اوكي اطلع خلاص. الحين عندي البوابة بس خلوني استخدم بلوكات بعد عشان اخذ القريشات هذي. والله كان بيقتلني على اخر شيء. كان بيقتلني على اخر شيء فلازم شو اسوي فيه؟ لازم اكله. تعال. البوابة هذه تردني. اوكي اوكي. على النهاية اتوقع. اوكي هذه النهاية. هني اكون وصلت نهاية المقطع. شكرا لكم على المشاهدة ونشوفكم ان شاء الله في المقطع القادم. والسلام عليكم. يس.